جاهز انا ما عندي شيء. اهلا وسهلا حياك. اهلا وسهلا. حسين بارود دكتور كامل الجابر. والله مو 73 عمري يعني 49 سنه هيك. طيب 26 خير من الله. بالرياضيات مو هالقد. 8 تقريبا. مليار 6 اصفار. المليار والله ما ادري. مليار تسعة اصفار اعتقد. 10 ولا يهمني. زراد النحاسبه يعني تقريبا اقل المية، اقل المية بشويه. والله ادعم الفقراء. هذا المبلغ يتقسم على اوليات، اكو مهم واكو اهم. نيكذر راح تختلف اموره. احقق مدارس، احقق مستشفيات، ابني للشعب العراقي. يعني لو بيدي انا اوفر هاي الاموال الى قطاعات الشعب المحرومه. طبعا هي الامانه صعبه لازم تأديها. والله يا عمي اذا يامني اي واحد ما انطي منه دينار خارج. 15 مستشفى، 120 سرير، 2600 مدرسه. للمدرسه الواحده 50 مليون. 13000 وحده سكنيه. مساحه الوحده السكنيه 90 متر بكلفه 5 مليون دينار. عندك اليوم مجلس النواب سلطة تشريعية، إذا وقف مجلس النواب فما راح يمشي شيء. لأنه أنت اليوم جاي تاخذ شيء قرار فردي. احنا هسه كشعب نقول خلينا نطمو للحكومة في السنتين ونشوفه يحقق ما يريده الشعب. واحنا حتى لو مثلا إذا مثلا صارت الأمور ونعاد البرلمان مرة ثانية من جديد، من يضمن لنا بأن ما يعيد التكرار هذه المرة؟ افتحوا مجال للبرلمان، خلي الحكومة تشتغل. المشاكل احنا دائما الشعب يظهرون ويقولون البرلمان باقله. لا، حقيقة المشكلة يم الحكومات التنفيذية. كل انسداد بالدولة ما يتحمله المجتمع العراقي والشارع العراقي، لأن الشارع العراقي اليوم منهك. استقالة وزير المالية وراها خفايا من الأمور، هاي فرصة ندعو الشعب العراقي للمطالبة بفتح تحقيق مع واستجواب مع وزير المالية. الشعب يحتاج يعرف فلوسه وين راحت هاي السنتين الراحت. لذلك نجد ان هذا التعطيل هو غير ليس في صالح البلد وليس في صالح المواطن وليس في صالح العمليه السياسيه برمتها. هدئوا الامور لان اليوم القضيه متوتره. شعب يريد اقرار ميزانيه. العراق الان هو الحاجز، امريكا مخلي العراق الحاجز.